وشارك كذلك في عدة محافل خارجية باسمه، ولكن اللي كان يطلبه اليوم دعم من كذلك المسؤولين والمؤسسات الرياضية أن يدعمون هذا اللاعب، وأن هذا اللاعب عنده إمكانيات كبيرة أنه ممكن يوصل حتى للمنصات العالمية، هو كذلك مع عدة وشباب كذلك معاه في هذه اللعبة. أحمد سعيد المعشري معاي. أحمد السلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله أحمد، كيف حالك؟ يا مرحبا يا. إن شاء الله طيب الحمد لله رب العالمين. طبعا معنا أحمد سعيد المعشري بطل آسيا في البي بي فوت. بداية أحمد، قبل نتكلم على الملاحظة أو المشكلة، إن شاء الله ما في مشكلة، كلمني عن هذه اللعبة وكلمني عن بداياتك في هذه اللعبة. والله بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أنا أشكر إذاعة الشارجة الرياضية وامتثلة في برنامج الخط الرياضي إن إتاحت لي الفرصة للتطرق لموضوع كرة الطاولة المعروفة بالبي فوت. نعم. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أخوان رواد هذه اللعبة، يسعدني أني أشارك في نقاش وحل مشكلة هذه اللعبة، رغم أن كثير من اللاعبين يعتبرونها قضية. وأولهما تعريف عن هذه اللعبة المختصر المفيد، كرة الطاولة هاي معروفة في ألمانيا وفي روسيا وغالبا ما تسمى بالكيكر، وفي إيطاليا وفي أسبانيا وفي البرازيل وفي الأرجنتين وفي أمريكا اللاتينية. نعم. في عديد من البلدان وتسمى بلعبة الكيكر في روسيا وأمريكا تميد، ولكن كلها تندرج تحت مسمى كرة الطاولة. جميل. في عام 1921 حصلوا على براءة اختراع، في عام 1923 في اليوكي براءة الاختراع رقم مليونين و5921 بتاريخ 14 أكتوبر لعام 1921، وقبلت في 1 نوفمبر 1923. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا حصل على براءة الاختراع في 1927. في عام 2002 قد تم تأسيس الجدول الدولي لكرة الطاولة اللي هي يسمونها ITSF. ITSF مختصر كلمة International Table Soccer Federation، اللي هي مختصر كلمة الاتحاد العالمي لكرة الطاولة. جميل. في فرنسا مع بعثة تعجيزية لهذه الرياضة كهيئة تنظيم الرياضة وتنظم المسابقات الدولية وإقامة المباريات مع لجنة اللجنة الأولمبية اللي تسميها اللجنة الأولمبية الدولية اللي تسمى بالمختصر IOC، الاتحاد العالمي الدولي لرياضة الاتحاد. جميل. هذا هي ما فيها اتحاد دولي، ولكن تنظيم بطولات عالمية وتشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي. صحيح. هي بشكل رسمي. نعم. المشاركات اللي شاركتها لو تعطيني اياها باختصار عشان ادخل. انا تكلمت، انا شاركت في الدول يعني في خاصة في الامارات. نعم. في الصالات احنا ما عندنا مشاركات هنا مثل على مستوى احنا يعني ما عندنا اتحاد يسوي لنا مشاركات. نعم. عالمية مثلا ولا مشاركات داخل الدولة. نعم. ولكن الصالات تقيم ببعض الصالات عندنا تقيم بعض المحافل وبطولات. جميل. داخليا على مستوى الدولة، وطبعا المنافسين فيها والشباب كذا. فطبعا الله يسلمك يعني بعد يوم حسينا نفسنا متميزين في هاي اللعبة وحسينا أنه ممكن نشرف بلادنا فيها في المستقبل في المحافل الأوروبية وفي المحافل مثل ITSF في فرنسا، فاضطرينا نروح نجرب في ماليزيا. فأنا واحد من رحت في 2012 وشاركت في تاريخ 24/6/2012 الحمد لله في بطولة آسيا المفتوحة، وهي كانت تنظمها ITSF بس في ماليزيا. وشاركت الحمد لله وحصلت على المركز الاول الحمد لله. شاركت على حسابك الخاص احمد؟ اي طبعا شاركت على مستوى يعني على حسابنا الخاص، ومش انا بس، انا في بعض اللاعبين في مجموعه كذلك من اللاعبين معك. نعم شاركوا بس مو في هاي البطوله، في البطولات الثانيه، لان هذول شاركوا قبلي كانوا الافضل يعني بصراحه نحن تعلمنا منهم. كانوا في 2008 شاركوا في بطوله الاي تي اس في 2008 وحصلوا على مراكز متقدمه، واحد منهم يعني علي الشامسي هذا حصل على المركز الثاني على مستوى العالم، وهذا لا عنده مدرب ولا عنده مثلا الله يسمع لا عنده مدرب ولا عنده مثلا طاوله في البيت ولا عنده هذا كان يلعب في صالات عنيف،
راح عند اتحاد العمالة، عند ميزانية، على ميزانيته الخاصة. نعم. وما قصر وراح، وكان هدفه نبيل على أساس أنه يرفع على أولاده هناك ويترك بصمة أن أنتم صانعين الطاولات بالفعل، ولكن نحن الشباب الإمارات أفضل في اللعبة، في اللعبة هاي خاصة في كرة الطاولة. دائما الإمارات موجودة في الحمد لله العالمية، وشيوخنا ما يرضون إلا بالمركز الأول، وإن شاء الله دائما نحقق هذا الرقم. ملاحظتك ومشكلتك اللي تبغيه توصلها للمسؤولين يا أحمد؟ والله نحن ما عندنا المشكلة هذيك الكبيرة، لكن نحن نعتبر هاي اللعبة من اللي حبيناها من الصغر، لعبناها من عمار يعني من 88 لعبناها، وحاولنا أن نطور نفسنا فيها. فيوم وصلنا مثلا في 25 سنة وصلت عمار نلعبها، يعني تقريبا نلعب مش أقل من 15 سنة. نعم. نلعبها، فلعبنا في 15 سنة وصلنا لمستوى جيد ونقدر نوصل فيها وفي المحافل الرسمية والمحافل اللي تنظم من خلال أوروبا والبلدان هاي، ونرفع علم بلادنا فيها. وهذا البلاد مثل ما أنت تعرف يا أخوي أحمد أعطتنا كثير، وما نقدر يعني مهما وفينا حق ما في ولا شيء من حق مستحيل، طبعا إيه ما مستحيل نوفي، لكن نحن الشيء البسيط، معلي سامحني، الشيء البسيط اللي نقدر نقدمه لبلادنا، الشيء البسيط جدا احنا نفرح لما في اماكن في محافل رسميه وبعيده، ونحن نقدر نستطيع ونعرف الحمد لله رب العالمين شباب الامارات يدعون. نعم. وشيوخنا الكرام اللي علمونا هالكلام هذا، يعني الشيخ سلطان والشيخ محمد وشيوخ الكرام الله يطول بعمرهم، هم اللي علمونا ان احنا ناخذ المركز الاول ونحسن المركز الاول، هذا هو اللي خلاني انا اشارك في اللحظه هاي واحاول اني اوصل في هذا المقام. حاليا اللي تبغي انت يا احمد دعم من مؤسسات حكوميه رياضيه علشان تقدرون تشاركون في كذلك محافل خارجيه، صحيح؟ نعم نعم ان شاء الله. نحن كذلك بدورنا، ونحن كلنا ثقه في هذا البرنامج ان المسؤولين عندنا في البلاد ما بيقصرون، سواء في الهيئه العامه لرعايه الشباب والرياضه او حتى في المجالس الرياضيه. نحن ان شاء الله بنوصل صوتك ان شاء الله للمسؤولين، وفالك طيب يا احمد، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ونحن نرجع اقول لك كلنا ثقه ان شاء الله ان في مسؤولين بيدعمونك ان شاء الله من خلال الجهات الرياضيه. والله في النهايه يا اخوي احمد جدا متفائل اني اماراتي، ولاني في دوله أكيد الامارات أكيد. وفي قياده ينجزون يعني يرفعوا راس المواطن ويحاولون يوقفون معاهم ونوصل للمراكز الاولى، فان شاء الله ان شاء الله خير. احمد، في جهات معينه انتصرتوها مؤسسات رياضيه؟ والله اللي قبلي راحوا. وين راحوا؟ راحوا مدرسه الدير الرياضي لما حصلوا على المراكز هاي. ايوه. حصلوا على المراكز هاي في 2008. ايوه. وراح اتكلموا، بس يعني ما في جدوى، ما حصلوا شيء ولا دعم. فهم هبطوني في الصدق يا اخوي احمد، هبطوني. انت نجم واليوم بطل اسيا. لا نعم نعم نعم، لا هم كانوا يحاولون يهبطوني، يعني الشباب قالوا لي والله انت كذا يعني تلعب على الفاضي، بتوصل على مستوى عالمي وعلى الفاضي بعد، لان ما حد يوقف معاك. فقالوا لي نحن وصلنا لهالمركز وما حد يوقف ويانا، فقلت لهم انا بجرب. انت خلصت مجالسك يا احمد، فقدت قيمتك كبيره، وما في اي شخص او اي حد ممكن يقول لك هذا الكلام جز ثقتك في نفسك. لا تنسى ثقتنا نحن دائما بشيوخنا وفي الدوله ثقه كبيره، دائما هم من يدعمون الرياضه بشكل كبير. انا اشكر جزيلا يا اخوي احمد، ان شاء الله نوصل صوتك للمسؤولين. وفارق طيب، جزاك الله خير. عندنا مكالمه كذلك من خالد عبد الله الحسين، مدير اداره الشؤون الرياضيه بالهيئه العامه لرعايه الشباب والرياضه. وعبد الله مساء الخير. مساء النور الاخ احمد، سوري الاخ احمد خربط لنا مع الاخ. احنا اول شيء في البدايه طبعا سعيدين ان احنا نشارك وياكم في برنامج الخط الرياضي، ونوجه لكم التهنئه على بدايه انطلاقه البرنامج. صراحه النوعي يعني على مستوى الدوله ان خصص برنامج خط مباشره خاص بالرياضه، واكيد هذه اضافه جديده للرياضه الاماراتيه، واتمنى انكم تركزون اكثر على الالعاب الثانيه غير كره القدم في هذا البرنامج. بالعكس والدليل اليوم اللعبه اللي يمكن الغريبه اللي ركزنا فيها. بالعكس احنا سعيدين بطرح يمكن مواضيع مثل هذه، يمكن احنا
تمر علينا ساعات بعض الرياضات مو موجوده على اتحادات لها وانديه، بس الاخوان كان سمعت انا جزء من مكالمه الاخ. الاخوان احنا اول ما نسمع عنهم بشكل رسمي او حتى ما زارونا الهيئه وطلبوا منا اي شيء. فاحنا عندنا نظام بالنسبه لخاصه بالنسبه للشراء او رعايه اي لعبه للمشاركه خارج الدوله. هم الاخوان بينهم بالغين جهد جيد ومهتمين وواصلين لمستويات عاليه، بس كنا اتمنى انهم يشاركون وفق منظومه صحيحه وسليمه على اساس انه ممكن يمثلون الدوله بشكل افضل. تعرف انت احنا في الهيئه العامه للشباب والرياضه احنا نشتغل وفق مرسوم من رئيس الدوله تنظم العمل الرياضي في الدوله، فاي مشاركه خارج الدوله تمثل الامارات لازم تكون عن طريق ما نقول عن طريق الهيئه العامه للشباب والرياضه، ولكن بموافقه الهيئه العامه للشباب والرياضه او بمعنى اصح بشكل هدف السيطره على الشباب هذه. بالعكس احنا موجودين لخدمه الرياضيين بغض النظر عن شو نوع الرياضه، لكن الهدف ان تكون في منظمات كثيره خارج الدوله يمكن غير محترف فيها او ممكن تكون فيها ممارسات خاطئه. احنا في الهيئه العامه للشباب بالتعاون مع اللجنه الاولمبيه الوطنيه ادرى بالجهات اللي معترف فيها، وممكن الواحد الشاب الاماراتي اذا شارك ووصل للمراحل ممكن يتطور لمراحل اكبر. ابو عبد الله، طبعا لولا ان الهيئه العامه لرعايه الشباب والرياضه والمسؤولين في الهيئه وانت واحد من المسؤولين، لولا دعمكم للرياضيين ما كان اليوم في مداخله من خالد عبد الله الحسين مدير اداره الشؤون الرياضيه في الهيئه العامه لرعايه الشباب والرياضه. احمد سعيد المعشري بطل اسيا وشارك في عده محافل خارج الدوله واحرز المركز الاول في لعبه الطاوله اللي هي البي بي فوت. الحين اللي يحتاجه احمد يحتاج دعم من المؤسسات الرياضيه في الدوله، يبغى يشارك باسم الدوله، والشخص هذا والاشخاص اللي معاه عندهم الامكانيه انهم يحرزون ميداليات ذهبيه باسم دولة الإمارات، ولكن يحتاجون دعم كذلك من المؤسسات الرياضية. اليوم نحن شيوخنا ولله الحمد يدعمون الرياضة، يهتمون بالألعاب الفردية، يهتمون بجميع الألعاب، هذا اللي كنا نحن نبغي من المسؤولين في الرياضة ومن الجهات وعلى رأسهم كذلك الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. بالعكس تواصلنا احنا وياكم اليوم بهدف ان تكون الشباب هذول نتقرب لهم ويشرفونا في الهيئه، وبالعكس احنا عندنا لوائح واضحه بالنسبه لرعايه اي رياضه او اي لعبه في الدوله، خاصه لو اللعبه هذه منتشره بين المواطنين. نعم. كنا في حاله ان هاي اللعبه منتشره في ناس مهتمه في اللعبه واللعبه معترف فيها دوليا، احنا يعني ابوابنا مفتوحه لهم في عده طرق، سواء عن طريق الويب سايت، عندنا تويتر، عندنا فيسبوك، عندنا اي طريقه هم يحبون يتواصلون فينا معاهم، موجودين مكاتبنا مفتوحه. زيارتكم اي وقت ولا احنا طول الاسبوع موجودين بدون موعد، يعني يمرون علينا في اي وقت موجود. احنا موجودين. انا اشكرك يا ابو عبد الله. ونتمنى ان يمرون علينا في اقرب وقت ممكن، يعني عشان ممكن كيف ممكن نطور العمليه هذه ان يلعبون الشباب في اطار منظومه رسميه ومنظمه. انا اشكر جزيل الشكر الاستاذ والاخ خالد الحسين على هذه المداخله وعلى هذا الدعم كذلك. بالعكس هذا واجبنا، يعني احنا موجودين في الهيئه لخدمه الرياضيين سواء كانوا رياضيين بالعاب فرديه، جماعيه، اناث، ذكور، بالعكس. فهذه احنا نستانس انه نشوف في شباب مواطنين مهتمين في مجال معين، مجال رياضي معين، هم اللي بيدعمون الهيئه العامه للشباب والرياضه انهم ينشرون اللعبه ويمثلون الدوله ويرفعون اسم الامارات المحافل الخارجيه. ونحن كلنا ثقه فيكم انكم ما تقصرون معاهم، ان شاء الله الجماعه بيزورونكم، ان شاء الله بيمونك شخصيا الاستاذ خالد الحسين. انا اشكر جزيل الشكر على تعاونك وعلى هذه الشفافيه التامه. دائما نحن نقول للمسؤولين او الجهات الرياضيه اذا ما كان في خطا منكم، اذا ما كان في اي سلبيه، نبغيكم بالعكس تكونوا شفافين، تدخلون معنا تتكلمون في توضيح مثل ما دخل كذلك الاستاذ خالد الحسين بكل ثقه، تحدث ونحن موجودين لدعم.
هذه الرياضة أو حتى كذلك الرياضات الأخرى. أنا أشكر جزيل الشكر يا أبو عبد الله. حتى لو في أي نقد شيء بالنسبة لنا إحنا في الهيئة، بالعكس إحنا يعني على ساعة نستقبل أي نقد ممكن نطور فيه سواء على أداء الهيئة أو خدمة الرياضيين. يمكن قبل ما تختم عندي رسالتين بسيطتين إذا تسمح لي بما أني موجود في البرنامج. الرسالة الأولى طبعا وجهها لسمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي، لأن على انطلاقة قوية لجائزة الشاب الأسرة الرياضية حضرنا أمس حفل الانطلاقة، وكان حفل جدا مميز وراقي، لاقى استحسان الجميع وكان له صدى طيب. والرسالة الثانية لنادي العين، نهنيهم على الأداء اللي قدموه صراحة، شرفوا في كرة الإمارات، ونتمنى تكون هاي الانطلاقة بداية السلم للوصول للقب مرة ثانية إن شاء الله النادي العين. ونشكركم أنتم على إتاحتنا الفرصة بالمداخلة هذه، وحاضرين في أي وقت. الله يسلمك، مشكور، مشكور يا أبو عبد الله. حياك. طبعاً كان معنا خالد الحسين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، كذلك إن شاء الله يدعمون اللعبة هذه ويدعمون كذلك الإخوان من ضمنهم أحمد المعشري. شكراً كذلك على هذه المداخلة. عندي مداخلة أخرى كذلك من راشد محمد. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونبتدي وياكم فقرتنا الثانية. طبعا فقرة مختلفة رياضية مميزة رياضية. محمد صحيح. لعبة كرة القدم مشاهدينا من أشهر وأكثر الألعاب ممارسة على مستوى العالم، بل إن البعض يلعبها بواسطة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية أيضا. صحيح، وإن كان ممارسة لعبة كرة القدم تحتاج إلى مهارات خاصة للتميز، فلعبة البيبي فوت أيضا تحتاج إلى مهارات خاصة، فهي لعبة كرة قدم ولكن هذه المرة على الطاولة. على فكرة اليوم الكلاسيكو الشهير، اليوم حقيقة يوم الحسم ما بين ريال مدريد وبرشلونة، وعلى طاري كذلك ريال مدريد وبرشلونه نحن ان شاء الله بنلتقي يوم الخميس، والفايز بيهني نفسه. صحيح. والخاسر يفترض ان تكون روحه رياضيه بعد ويهني الفايز، هو بيكون تهنئه فيها نوع من يعني الجد. شوي يعني صح. بس ما عليه بنهني. صح. اذا مشاهدينا لمعرفه المزيد عن التورنيدو او البيبي فوت معنا اللاعب احمد سعيد احد ابطال هذه اللعبه محليا. مرحبا اخوي احمد. حياك الله. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. بدايه يعني خبرنا عن هذه اللعبه الجديده البيبي فوت او التورنيدو. انا وايد عندي صعوبه في نطق الكلمه. كره الطاوله قالت هي بس يبالنا نتعلمها، فخبرنا عنها اكثر عن هاي اللعبه الجديده. اول شيء اشكر ربي ان اتاح لي الفرصه اني اتكلم معاكم عن موضوع كره الطاوله هاي. حياك الله. ومشايخنا الكرام الله سلمك. كرة الطاولة هاي مش من لعبة جديدة، هاي اللعبة كانت من العشرينات. نعم. لكن للأسف ما وصلت الدول الخليجية مثلا ولا الدول العربية، فأكثرها كانت في دول آسيا وأوروبا. نعم. طوروها وتم التطور لين ما وصلت في 1923 وعززوها وخلوها من الابتكارات اللي صارت في أوروبا وطوروها فسبحان الله انتشرت. هي انتشرت على مستوى مستوى أوروبا. جميل. طيب أخوي أحمد، يعني أبو شهاب كم صار لك أنت تمارس هذه اللعبة؟ وهي اللعبة اللي مارسها هل يشترط بأن يعني توفر في مهارات معينة مثلا لازم يكون؟ أنا مارسها من 88 لكن وقفت طبعا، ما كملت فيها إلا 5 سنوات تقريبا. هي نعم. 5 سنوات وقف طبعا، الوالد ما خلاني اكملها على اساس انها لعبه اعتبرها لعبه طفوليه وتلهيك عن الدراسه. اكيد. فسبحان الله فوصلنا في 2002 2002 تقريبا، في 2003 اكتشفت في 2002 انه خلاص طوروها واستوت عالميه وصاروا في فرنسا عززوها وصارت فيها بطولات عالميه تقام فيها. نعم. فاضطريت انا اني العبها ب 2003 لاني عاشق اللعبه. طيب المهارات اللي توفر في لازم يكون اللاعب يكون عنده ثقه في نفسه وفي نفس الوقت عنده موهبه، اي لعبه طبعا لياقه بعد مثل كره القدم العاديه تقريبا لازم تكون عنده لياقه وطريقه وكذا ما يتعب بسرعه. نعم. ما يتعب بسرعه. نعم. جميل. انزين انت شو اللي جذبك لهذه اللعبه خاصه؟ يعني انت تقول انها ما كانت منتشره بالشكل الكبير. والله كانت منتشره عندنا بين الصالات بس ما منتشره على مستوى عربي. نعم. بس بين الصالات منتشره جدا وكبير على مستوى كبير،
وكانوا الشباب يلعبونها بشكل مميز. لكن أنا يوم لعبت وياهم حسيت أني متميز فيها وحسيت أني عندي موهبة ممكن أني أوصل فيها لمستوى عالمي مثلا، فحاولت أني ألعبها واستمر فيها. جميل. إحنا بنسألك عن مدى انتشار هذه اللعبة في دولة الإمارات وكذلك في الدول المحيطة والإقليمية وكذلك دول العالم، أنت قلت أنها منتشرة في بقية الدول. خلينا نسألك عن الدول العربية، نسمع منك الإجابة لكن نبغي المشاهدين كذلك يتعرفون على هذه اللعبة. المشاهدين يسمعون منها البيبي فوت، التورنيدو، كرة الطاولة، ولحد الآن ما بعرفين شو الموضوع. لا، بتعرفون الموضوع من خلال هذا الفاصل، ومن ثم بنتواصل مع بطل هذه اللعبة. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، تابعنا من خلال هذا الفاصل هذه اللعبة اللي هي عبارة عن طاولة وفيها أعمدة وفيها مجسمات للاعبين وكرة في النص مثل كرة القدم لكن تلعب من خلال هذه الطاولة. نحن كذلك في عندنا مداخلة من أحد أبطال هذه اللعبة، علي الشامسي معانا في اتصال هاتفي. مرحبا أخي علي، مساك الله بالخير. مرحبا أخوي، مساك الله بالنور. أهلا وسهلا، يا مرحبا. حالك؟ بخير الله يحفظك. أخي علي، حدثنا عن هذه اللعبة، أنت أحد لاعبينها، هل هذه اللعبة بالفعل منتشرة عندنا في الدولة بشكل كبير وما مدى انتشارها كذلك؟ هذه اللعبة الله يطول لي بعمرك أنا لعبها تقريبا من 9 سنوات. نعم. أو أكثر يمكن. لكن اللي في العمر ما بين 12 سنة إلين تقريبا 25 سنة وايد يحبون يجربون أشياء جديدة في الصالات و كذلك السنوكر ولا البليارد. نعم. الصالات تقريبا. هي نعم. وهاي اللعبة أنا صراحة أول ما لعبتها. نعم. أتمرن وايد ولله الحمد ذهبت لبطولات. ما شاء الله. في ماليزيا. ما شاء الله. في فرنسا. نعم. وأحرزت المراكز الأولى لله الحمد ورفعت طبعا علم بلادي. ما شاء الله عليك. وهذا كله كان على ميزانيتي الخاصة طبعا. نعم. كل لاعب من فريق الإمارات على ميزانيتي الخاصة. يعطيك العافية ما شاء الله عليك. ولهذا للأسف يعني هاي اللعبة يعني ما حصلنا منها من المجلس الرياضي دعم أو لفت انتباه مثل ما تقول. ما أشهر لها اتحاد على مستوى الدولة؟ ما على مستوى العالم فيه لكن مستوى الدولة ما لحد الآن. طيب أنا بسألك اليوم لما تلعب أنت وأحمد سعيد منو يغلب فيكم؟ والله ما أدري، لازم نلعب. لا تقول ما أعرف، معقولة ما لعبتوا مع بعض؟ من زمان. ها ما شاء الله عليك، أنت الحين معتزل ولا شو بالضبط؟ هي اعتزلت تقريبا من 2 سنين لما شفت اللعبة يعني إلى متى بتم على حد بدون فائدة. نعم. بس كهوايه يعني مثل ما نعم. نعم ان شاء الله يا رب ان يعني ندائك يوصل ويلقى استجابه. شاكرين لك هذه المداخله اخوي علي الشامسي، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. كل التوفيق. ناخذ ايضا اتصال اخر. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. من ابو ظبي، حياك الله. مساكم الله بالخير. بالنور والسرور. يا هلا. امسي عليك محمد وعلى الاخ بهيته وعلى الكابتن. اهلا وسهلا احمد سعيد، يعطيه العافيه الصراحه. الله يعافيك. حياك الله. سلم. ممكن اكلمه؟ اكيد تفضل. حالك يا كابتن احمد؟ مرحبا يا اخوي علي. شو اخبارك يا ابو سعود؟ عساك طيب. الله يسلمك.
والله انا من شفت اللقاء صراحه استانست، قلت لازم تكون لي مداخله يعني في البرنامج. حياك الله يا مرحبا. اقول لك يا اخوي محمد ان الكابتن احمد من عشاق اللعبه هذه يعني، ما شاء الله عليه، ينظمنا يوم نحن صغار وهو يرتبنا وتعالوا تلاحقوا ولا تتعلمون ولا يعني تجتهدون في هاللعبه لان لها مستقبل ولها سدس، لانه يبغى يتمرن عليكم الله يسلم. يتمرن هي هاي وبعدين هو يدور العاهات اللي يتكسر في الملعب يعني بهنا ما شاء الله علينا يعني اللعبه ما شاء الله زينه وايد، هو متميز فيها جدا صحيح، وخذ بطوله اسيا ونتمنى له ان شاء الله التوفيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الحين عياله متأذين وياه ترى سعود وغيره ظني بعم تأذين بعد نفس الشيء حابين يلعنهم كلهم. نعم نعم الله يعطيك العافيه وشاكرين لك على البرنامج الطيب. الله يحفظك. شكرا شكرا يعطيك العافيه. انا اليوم يعني الاحظ بان هذا التهافت من خلال هذه الاتصالات معناته بان هذه اللعبه منتشره نوعا ما، منتشره او محبوبه يعني يمكن تكون خفيفه ايضا ربما. صحيح. خبرنا يعني اليوم هذه اللعبة شو اللي ممكن الشخص أنه يتعلم منها، يعني اليوم كل شخص بيحترف شيء معين يبغي يتعلم منه شيء، شو اللي ممكن يتعلمه وشو اللي أيضا خلاك تحترف هذه اللعبة؟ أول شيء الثقة في النفس. أتعلمك الثقة في النفس والصبر، وعندك هدف يكون فيها. نعم. إذا أنت عندك هدف توصل بطولة عالمية وترفع علم بلادك، نفس ما سوى أخوي علي الشامسي لما قال أنا والله وصلت هناك ورفعت علم بلادي ودفعت من ميزانيتي الخاصه عشان ارفع علم بلادي، فهذا هدف نبيل. انك ترفع علم بلادك ونفس الشيء تفرز طاقتك فيه، لان انا من العمر مثلا 20 سنه لين 30 سنه المفروض اني احصل مثلا لعبه ولا اي شيء اي مجال افرز طاقتي فيه. أكيد. ولا اروح مع رفقاء السوء اللي هذيل المدخنين واهل الشيش واهل الدسكوات، فوين بروح وياهم؟ فاروح في مكان افرغ طاقتي فيها واكون موهوب فيها. هذا السبب الرئيسي اللي خلانا مثلا نلعبها ونطمح لنوصل للعالميه فيها. طيب يعني انت ما شاء الله عليك حصلت على مركز متقدم اسيويا، حصلت على المركز الاول في العام الماضي تحديدا، وربما هذا انجاز غير مسبوق على مستوى هذه اللعبه تحديدا. طيب مثل هذا المركز المتقدم اللي احرزته ما اعطاك دافع انك انت كذلك تفكر انك انت تتوسع في المشاركه لتصل على مستوى كاس العالم؟ والله أكيد هذا أول شيء فكرت فيه، لكن سبحان الله أول شيء كانت الميزانية ما كانت يعني عندي أني أوصل لمستوى العالم ولا فرنسا أشارك فيهم هناك. فالبطولة سووها هناك، نظموا بطولة في فرنسا اللي يسمونها ITSF، بطولة عالمية كل الطاولات اللي على مستوى العالم يشاركون هناك واللاعب الأبطال المتميزين. جميل. ناوي أنت الحين؟ إن شاء الله، لكن هذه يبغي له دعم من مثلا مجلس اتحاد رياضي ولا شيء على أساس نوصل هناك ونلعب. ما نعم. نقدر ندفع نحن من ميزانيتنا الخاصة ونصير هناك، هذا السبب الرئيسي اللي ما قدرنا نوصل له هناك بس. نعم. بكل تأكيد نحن نتمنى لك التوفيق حقيقة في هذه اللعبة إن شاء الله، وأنك أنت تمثل الدولة في كافة المحافل المحلية والدولية كذلك. آمين. في الختام اللاعب أحمد سعيد لاعب لعبة البيبي فوت أو كرة قدم الطاولة، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. شكرا على